وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا السيد ديمتري دريانيا المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح. مرحبا بك سيد ديمتري. حياتي والمجد والخلود لشجعنا الأطفال. أهلا وسهلا بك سيد ديمتري. بداية يعني أبدأ معك من اتجاه نتنياهو للتصعيد في الضفة الغربية، كيف تحلله وماذا يريد الاحتلال من الضفة الغربية في هذا التوقيت؟ الاحتلال الإسرائيلي لحكومته المتطرفة الحالية لا يكفي خططه من أجل التوسع الاستيطاني وبسط السيطرة الأمنية بشكل أكثر مما كانت عليه في السابق. هذا واضح حتى في أدبيات الأحزاب وقيادات الأحزاب المشاركة في الإحتلال الحكومي حتى فيما قبل أن تم تشكيل هذا الإئتلاف. فمثلا سموتريتش منذ عام 2017 نشر مقالا يتحدث فيه عن رؤيته للسيطرة على الضفة الغربية من الناحية الأمنية والتوسع الاستيطاني. نتنياهو برنامجه كان أبدا ودائما نحو أن لا يوجد بالنسبة له دولة أو مكان لدولة ما بين البحر والنهر. لذلك هذه الحكومة لم تخفي أبدا خططها والتسريبات الأخيرة لسموتريتش التي تتحدث بصراحة حول هذه التمدد وهذا التوسع وهذه السيطرة وإخضاع وقمع الشعب الفلسطيني هي واضحة جدا. لذلك الاحتلال الإسرائيلي يستغل نظائر الإبادة في قطاع غزة، يستغل انشغال الإعلام بضبط المجازر التي تحصل في قطاع غزة كجرائم غير مسبوقة لكي يقوم بخطوات على الارض، تغيير على الارض في الضفه الغربيه بطريقه ان لا تجذب الانتباه العالمي، حيث طبعا هذه الخطوات جميعا تعتبر خطوات مخالفه للقانون الدولي ومخالفه للاطار السياسي الدولي لمنطقه الشرق الاوسط. لذلك هم يستغلون هذه الظروف يقوموا بهذه الاعمال. وطبعا الاحتلال حينما نقول انه يود ان يبسط امنيا او يتوسع اقتصاديا هذا يعتبره عنف، لان البسط الامني والتوسع الاقتصادي هي عمليه ارهابيه عنيفه يقوم فيها شاشه الاحتلال، الامر الذي يختبري بطبيعه الحال أشكال مختلفة ومن هذه الأشكال ما حدث اليوم في مخيم دمشق. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ ديمتري دلياني المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح.